ايه اللي بيحصل للحمام ده؟ الحمامة كانت كويسة من شوية. خلي بالك، تشخيص المرض صح هو أهم حاجة في العلاج، وهو بداية العلاج وهو كل العلاج. شفت الحمامة دي مش قادرة تمشي، مسكتها عشان أشوف فيها ايه، لقيتها كويسة لكن مش قادرة تمشي. طبعا ما جريتش على أي مضاد حيوي ولا قلت سلمونيلا ولا أي حاجة، سبتها شوية وبدأت أفكر ايه السبب. وبعدين لما لقيت جسمها كويس ورجليها كويسة لكن مش قادرة تمشي وبتزحف، رحت افتكرت مكانها، قلت ابص العين بتاعتها كان في ايه. كنت مصورها اليوم اللي قبله، زي ما انتوا شايفين هي السودة دي كانت واقفة في الطاجن. الوقفة دي وقفة بيض، يعني وقفة نتاية بتبيض. هي زي ما انتوا شايفين. فقلت طيب علشان اتأكد ابص، بصيت في العين بتاعتها لقيت فيه حصويتين فعلا. اصبح كده ايه، ان هي لازم تبقى انت كغاوي فاهم الدنيا ماشية ازاي. طالما لقيت حصويتين والنتاية صحفت يبقى كلسم، نقص كلسم على طول، يبقى ولا تخاف ولا تجري على علاج ولا اي حاجة. الحل بسيط، من ضمن العلاجات اللي انا قلت لازم تبقى موجودة عند الغاوي الكالسيوم دي 3F. طبعا انا دلوقتي بصور بالليل علشان على بال ما شفت الحمامه. الكالسيوم دي 3F ده من محار البحر، كالسيوم طبيعي يعني ملهوش حل، بنديه كمان للاطفال الصغيره. طيب الحمامه اللي مش قادره تمشي دي بتعمل معاها ايه؟ لازم تديها حبايه بسرعه، الجسم محتاج كالسيوم. طيب هتديها كالسيوم ليه؟ لازم تبقى عارف ان هي علشان تكون الحصويتين استخدمت الكالسيوم اللي في جسمها كله، خدت كالسيوم من اللي في رجليها او اللي في عظمها، وعشان كده بقت مش قادره تمشي. طيب هنقول ليه ما لقيتش كالسيوم، بس ده في الاخر. لكن المهم دلوقتي ان هي محتاجه كالسيوم بسرعه عشان يعوض اللي راح منها. طيب يبقى هنديها حبايه كالسيوم دي 3F. الحبايه هنقسمها نصين. ليه نصين؟ عشان ممكن ما تقدرش تبلع حبايه كامله، لان الحبايه الكامله كبيره. يبقى دلوقتي جسمها محتاج الكالسيوم، فانا هديها كالسيوم. طيب هديها قد ايه؟ شوفوا الكالسيوم ده طبيعي ممكن تديها نص حبايه، بس عشان تديها نص حبايه دلوقتي محتاج تديها نص حبايه تاني الصبح، لان انت ما تعرفش امتصاص جسمها هيكون شكله ايه، لان هي مش طبيعيه. يعني في الطبيعي احنا بندي النتايه نص حبايه، طب ده دي عندها نقص حاد، فبديها حبايه كامله نصين ورا بعض. طب هل في ضرر؟ ما فيهوش ضرر، يعني حتى الكالسيوم لو بقى زياده في جسمها هينزل، مش هيعمل حاجه، او ممكن يترسب، بس ده موضوع تاني. وبعدين ده لما يكون بكميه كبيره مش لدرجه حبايه، وهي اساسا مش قادره تمشي، يعني هي محتاجه كالسيوم كتير. فما تخافش، الجسم هيمتص اللي هو عايزه. طبعا النسبه دي طبعا ربنا هو اللي يعلمها. هتعمل ايه تاني؟ تتاكد ان هي بلعت الحبايه، تتاكد ان هي كلت، تتاكد ان هي شربت، عشان ما تسيبهاش بايته الحصله بتاعتها فاضيه. زي ما انتوا شايفين السرنجه ال 50 مللي، طبعا انا هعمل ايه؟ هديها ميه. ليه؟ لان انا لقيتها واكله. طالما الحمامه واكله ما تخافش، وبص لما بتمسكها بالراحه، يعني انا مش عايز اسيطر، بص انا مش عايز ادوس على رجلها، بص السيطره صعبه عليها لان الحمام ما بيتمسكش، وانا مش عايز ادوس على رجلها. الشحن فصل فالدنيا ضلمت. زي ما انتوا شايفين انا هديها الميه وهحطها في العين بتاعتها، بس مش اكتر من كده. بصوا ده تاني يوم بعد ما حطيناها في مكانها، هي اللي نايمه في الطاجن دي. ده الصبح قلت اطمن عليها اشوفها. طبعا انا بعد ما اديتها الحبايه بالليل ما اقدرش اديها حاجه تاني الصبح، لازم اسيبها براحتها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الحصى تحتها. وبعد كده العصريه جينا نبص عليها عشان نشوفها حالتها عملت ازاي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الحصويتين اهم. طيب احنا دلوقتي عايزين نقومها بس بالراحه كده، من غير ما ايه تكسر البيض ولا تجري ولا تخاف، لان برضو رجلها لسه، فمش هينفع ان انا امسكها، يعني مش هيبان حاجه، مفيش حاجه هتبان. فانا عايزها تقوم لوحدها، فهصبر شويه. المهم على بال ما تقوم لازم تبقوا فاهمين نقص الكالسيوم ده علشان الحمام ما خدش تحديق كويس.
طيب ليه ما خدتش تحاليل؟ انا بحط لهم تحاليل، لكن هي ممكن تكون ما وصلتلوش، مثلا الحمام جماعي، حمامة ضربتها، هي ما راحتش، جسمها اساسا ضعيف لاي سبب، او ممكن اكون انا قصرت في التحليق برضو، يعني ما حطيتش بالكميه المطلوبه بالنسبه لها هي. حاجات كتير، عوامل كتير. المهم في نهايه المطاف ان هو نقص كالسيوم. طب انت عشان ما يحصلش عندك نقص كالسيوم محتاج تحط تحليق باستمرار قدام الحمام، ما بتشيلهوش الا في حاله واحده، لو بتدي مضاد حيوي بس، بتدي علاج تشيله، علشان بيختلف مع العلاج. غير كده بتسيب التحاليق باستمرار. طيب بالنسبه للنتايج ديت، طيب بالنسبه للنتايج عملت معاك كده، هتديها حبايه زي ما انت شفت. بص انا هخليها تقوم قدامكم الوقت ان شاء الله عشان تشوفوا التاثير. الحبايه حبايه واحده، تديها تاني لو قامت بعد الحبايه، ممكن تديها نص حبايه في نص، او تديها حبايه مش مشكله، وممكن ما تديهاش خالص. ليه؟ على بال ما تبدا تجمع في بيت تاني مثلا بعد شهر شهر ونص، لان انا شغال معاهم طبيعي ما فيش انتاج مكثف ولا حاجه، هتكون جمعت كلسم تاني من التحديق الطبيعي. بصوا قامت اهي ما شاء الله، بصوا قامت تضرب الحمام ازاي اهي، يعني ممكن تحس ان رجلها مش طبيعيه 100%، بس ده علشان لسه يعني امتصاص الحبايه ما خلصش برده، يعني هي حبايه واحده عملت الصح. انا بوريكم العلاج مظبوط من غير زياده ولا نقص اهي، يعني فيها عرجه سنه بس مشيت ما شاء الله كده، هي زي الفل ما فيهاش اي مشكله بفضل الله. تقدر تديها نص حبايه تاني، تقدر تديها حبايه، تقدر ما تديهاش، في كل الحالات الحمد لله خلاص هي كده خفت. بقى الحمام ما شاء الله هو زي الفل. يبقى احنا كده عرفنا ايه فايدة الكالسيوم، وبتديه ازاي، ونقصه بيعمل ايه. طيب انا ليه مش عايز اديها كالسيوم تاني؟ ليه مش عايز اقولك اديها حباية وحبايتين وتلاتة بقى وافتح في الحوار؟ علشان كتر الكالسيوم في الجسم هيخليها تبيض بعد كده بيض ناشف، القشرة بتاعته ناشفة، بيحصل ايه؟ يحصل كبس للزغلول، الزغلول ما يقدرش يطلع من البيضة. يبقى هي الكالسيوم نسبة لا تزيد ولا تقل، لو انت لاحظت زي كده ان هي قلت بتزودها بحيث تبقى مظبوطة، لكن لو زادت انت هتعرف ازاي؟ هتعرف مع كبس الزغلول، وممكن ما تلاحظش كبس الزغلول والزغلول يموت جوه، وتفكر ان في مرض في الزغلول وانه مات عيان والكلام ده كله. يبقى انت احسن حاجة ما تزودش في الكالسيوم ولا تنقص. انا مش بدي برشام كالسيوم غير الكالسيوم الطبيعي، يعني في التحاليق الكالسيوم ده ممكن ندي للزغليل وهي قايمة لسه. ممكن لو عايز تدعم اي نتايه بعد ما بتحط الحصوايه الثانيه، مش الاولى الثانيه، تقوم مديها نص حبات كالسيوم كل عش كده مثلا، بحيث تعوضها شويه عن الكالسيوم مباشره، لكن ما تزودش في الكالسيوم، لان هم بياخدوا كالسيوم من التحاليق. وخلوا بالكم لازم الواحد يراقب الحمام باستمرار، ويشوف الحمام ناقصه ايه ويعمله. الحمام رعايه وملاحظه. تحياتي لكم جميعا، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.